السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نقرأ درس النهاردة. عنوانه إيه؟ هيا نزرع. هيا نزرع. هيا فيها مد بالإيه؟ مد بالألف، والحرف الممدود الياء. نقرأ مع بعض. أحرث. أحرث الأرض. الأرض. أحرث الأرض مع عم أحمد. أحرث الأرض مع عم أحمد. قال. قال فيها مد بالإيه؟ مد بالألف، الحرف الممدود القاف. قال عم أحمد هيا نبذر الحبة. هيا نبذر الحبة. الحبة الباء فيها شدة، بنطق الحرف مرتين، الأول ساكن والتاني متحرك. هيا نبذر الحبة على الأرض. نزل المطر على الزرع. نزل المطر على الزرع. قال عم أحمد. قال عم أحمد المطر رزق. المطر رزق. أنبت الحب الوردة. أنبت الحب الوردة. أحب أن أزرع الوردة. أحب أن أزرع الوردة مع عم أحمد. صل الكلمة بالصورة المناسبة. المطر. المطر. فين صورة المطر؟ الورد. الورد. الزرع. الزرع. ضع وجها ضاحكا أمام الصورة الصحيحة. حرث عم أحمد الأرض. حرث عم أحمد الأرض. نزل المطر على الزرع. نزل المطر على الزرع. رتب خطوات الزراعة. رتب خطوات الزراعة. ها أول صورة إيه؟ أحرث الأرض مع عم أحمد. أول صورة رقم واحد، أحرث الأرض مع عم أحمد. رقم اثنين، نبذر الحبة على الأرض. نبذر الحبة على الأرض. رقم ثلاثة، نزل المطر على الزرع. نزل المطر على الزرع.